بن سعود الابلوي ما زلنا نتواصل ونجدد التحيه واللقاء من جديد. انطلاقه شوطنا السابع خصص هذا الشوط للقعدان اللقاي المحليات الاصايل. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول. من يسيطر في مقدمه الشوط يعلن حضوره عالي لحمد بن صيل بن راشد بن سعيد المهيري في مقدمه الشوط. انتقل مباشره مع المركز الثاني، ارى جميل لخليفه بن محمد بن زاهر الاخيلي من يقدم جميل مع المركز الثاني. دور ثالث المراكز وانطلاق مياس حمدان بن سعيد بن سالم بن حمد الدرعي مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز يتقدم وينطلق مشاهدينا الكرام، ياتينا بهذا المسار هو الانطلاق والقدوم من كفو راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي. ينتقل مباشرة إلى سادس المراكز وإلى غازي خالد بن حمد بن راشد النعيمي. النقلة مباشرة مع المركز السابع في هذه اللحظات، غير مباشرة وانتقل إلى خامس المراكز بهذا المسار والانطلاق. شاهين محمد بن علي بن سعيد اليحافي يغير من مركز إلى مركز. يا أبو علي الدور دور المركز الثامن، وصول وقدوم من منذر خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. وفي تاسع المراكز هداد ناصر بن عبيد بن علي بن زرب العامري. أما اللي في المركز العاشر هنا من ينطلق وياتي شاهين محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري. هكذا النداء الأول اكتمل لحضراتكم لهذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من يسيطر عالي تعود الملكية لحمد بن الصغير بن راشد بن سعيد المهيري مع مقدمة الشوط. عالي ينتقل إلى مقدمة الشوط، يأتي بالقيادة والصدارة. المركز الثاني من يأتي جميل خليفة بن محمد بن زاهر الخيلي. وفي ثالث المراكز ينطلق ويتقدم في هذه اللحظات كفو راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي في ثالث المراكز. ومع رابع المراكز شاهين محمد بن علي بن سعيد اللي حافي مع المركز الرابع. انتقل مباشرة مع المركز الخامس، وارى الوصول من منذر خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. وصل هداد مع المركز السادس ناصر بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. المركز السابع معزم لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. من يقدم الفلاحي معزم في هذا الشوط مع المرتبة السابعة. الثامن المراكز هنا هملول غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي من يقدم هملول مع المركز الثامن. وفي تاسع المراكز موجود بالفعل موجود تعود الملكية محمد بن هلال بن مبارك العفاري. وفي عاشر المراكز وصل شاهين حسين بن مانع الدواس. مشاهدين الكرام هكذا النداء الثاني لهذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، مع صدارة الشوط ومع المركز الأول. من يسيطر في مقدمة الشوط يأتي بهذا الانطلاق هو المسار لهذا الشوط مع الصدارة. مسيطر مع البداية، منطلق هنا عالي مع البداية، عالي مع مقدمة الشوط. تعود الملكية لعالي. مشاهدينا الكرام حمد بن صغير بن راشد بن سعيد المهيري المركز الثاني، وصول في هذه اللحظات من ثاني المراكز من جميل خليفة بن محمد بن زاهر الخيلي. وشاهين هنا ينطلق مشاهدينا الكرام، ولكن هداد وصل ناصر بن عبيد بن علي بن زرب العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل منذر خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. ومن الجانب الآخر يتقدم كفو راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي القادم أحلى. وصل هنا في هذه اللحظات معزم ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. وشاهين من الجانب الآخر محمد بن علي بن سعيد اللي حافي. يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع الحوار الثنائي. ما زال يسيطر عالي، ولكن هنا يتقدم ينطلق يغير جميل وعالي لمن الفوز والناموس. ولكن أرى الوصول منذر بدأ يرفع الانذار. خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي مع المركز الثالث عاشق سلالة المختبر. هنا من يقدم لنا منذر ويغير من مركز إلى مركز. وصل معزم يبن ناموس معزم على الانتصار
ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، ومن الجانب الآخر موجود محمد بن هلال بن مبارك العفاري، يقول أنا موجود العفاري من أجل الفوز والنابوس كوكب رباعية. طالت مشاهدين الكرام المنافسة، ولكن معزم موجود بالفعل، موجود يا موجود، أنت موجود للناموس العفاري. من يقدم موجود محمد بن هلال بن مبارك العفاري، يبي السلامات لهالي الوقن. مشكور يا أبو هلال، مشكور يا أبو هلال على هذا الإبداع والفوز والانتصار. من يقدم لنا موجود، موجود مع عاصمة الميادين ميدان الوثبة، غادر بالفوز، غادر بالسلامات. سلام لوغان سلام، واسعد الله صباحكم يا هالي الجنوب على هذا الفوز والانتصار. محمد بن هلال بن مبارك العفاري هو منتصرا لهذا الشوط. المركز الثاني معزم ناصر بن سعيد بن محسن الفلاح. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام منذر خليل بن عبد الله بن ثاني النعيمي. المركز الرابع كان من نصيب مياس حمد بن مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي. والمركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام جميل خليل بن محمد بن زاهر الأخيري. هكذا مشاهدينا الكرام الفوز والإبداع والانتصار، وموجود أنت موجود يا العفاري. التهنئة والناموس لمالك موجود. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لمحمد بن هلال بن مبارك العفاري، وأسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. من قدم لنا موجود وفي انتظار التوقيت الزمني أثناء وصول الله موجود إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. مهدي أهالي لوغان هذا الفوز والناموس. 7:48 4 من الأجزاء. أسعد الله صباحكم يا أهالي لوغان على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل معزم ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، قدم عرض شكر عليه، قطع المسافة 5 كيلومتر 7:49 5 من الأجزاء. التهنئة والناموس لمالكه معزم ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام اللي هو منذر خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. 7 دقائق التوقيت الزمني 50 ثانية، جز واحد يتيما من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للجميع.